محمد عبد الملك مانتراك ريبير اوبشن اي سيز من إدارة دعم المنتج ومسؤول عن برامج الإصلاحات المتعددة. مبدئياً إحنا كلنا عارفين إن من السهل على أي عميل إنه يقدر يشتغل بالمعدة بتاعته لحد ما بيحصل أي نوع من الأعطال المفاجئة أو بعض الأعطال اللي بتحصل، ولكن الخبرة كلها بتكمن في إن أنت إزاي توصل لأقصى نقطة تقدر تستفاد بيها بأداء أطول للعمر المعدة. إحنا عارفين إن أي قطعة غيار موجودة في كاتر بيلر صممت إن هي في بعض مكونات زي المحركات وزي الفتايس وزي الهيدروليك تبقى عندها ان احنا صممت علشان يبقى ليها اعادة صيانة، وبالتالي ده ادت فرصة اكتر ان احنا نستغل الخاصية ديت او الميزة ديت بان احنا نقدر نعمر المكنة او نعمر فتيس او نعمر بعض المحتويات في الهيدروليك ونقدر نستغلها فترات اطول، وده بيدي عمر تشغيل اطول وتكاليف اقل. وبناء على الأقل ستاندر من قطع الغيار المطلوب عندي عشان أبدأ أبني عليه العمارات اللي عندي بحطه وسميته مستوى الأول. المستوى الأول وهو عبارة عن البيزك اللي هو عبارة عن السيلات وعبارة عن الجوانات. طبعا النهاردة خدت المستوى الأول كعميل بترجع تقول إيه المستوى الأول اللي هو الجوانات، وبعد كده بديك لستة بقطع الغيار الباقية اللي هي الكبيرة وبحدد لك قدامها سعرها، وبالتالي النهاردة لما أعمل كده المكنة احتاجت بيستم بقيت عارف مسبقا إن البيستم ده سعره كذا، بقيت مظبط البادجت بتاعتي على الشكل ده. أو لو أنت حابب كمان تراك كشريك معاك إن إحنا نقدر نوجهك. نوجهك إزاي؟ عن طريق الناس الصيانة اللي هم مدربين وعلى أعلى كفاءة، بيقدر يشوف بعد ما بيعمل كشف على المكنة اللي موجودة أو المحرك أو الفتيس يقدر يقول لك أنا شايف نتيجة الحاجة ديت أنت ممكن تدخل في المستوى ده. مش بس كده، لأ، ريمان المجدد، أو إن أنا أقول لك خد المستوى الخامس اللي هو محرك كامل وجديد. إزاي الأسئلة؟ الأسئلة الأولى عبارة عن امتلاكك للمعدة. لو حضرتك هتمتلك المعدة لمدة سنتين أو أكتر، وده معناه إن أنت هتقعد فترة طويلة تستثمر في الفلوس اللي هتدفعها، وبالتالي أقدر أقول لك إن الاختيار الثالث والاختيار الخامس ده بالنسبة لك كويس. بس مش كده، أنت بتشتغل في السنة أكتر من 1000 ساعة تشغيل ولا أقل من 1000 ساعة تشغيل؟ لو أنت بتشتغل أكتر من 1000 ساعة تشغيل والحمل عالي على المعدة، بالتالي أقول لك لا بلاش المجدد، خد الجديد. يعني خد حاجة تانية. لو انت بتشتغل بعدد ساعات قليلة مع احمال خفيفة، انا اقول لك لا الرمان عشان اوفرك فلوس. وبالتالي انا كمانتراك كتيم مدرب من الصيانة بنقدر نكشف ونقدر عن طريق الاسئلة اللي نعمل وجهها لحضرتك نقدر نحدد لك اي مستوى من الخمس مستويات الموجودة في الريبير اوبشن، سواء كان بيزك او بيزك بلس اللي هو اي قطعة غير زيادة، او ان انت تعمل عمرة كاملة اللي هو احنا بنسميه الفيكسد، او ان انت تاخد مكنة كاملة مجددة، او ان انت تاخد مكنة كاملة جديدة. احنا دلوقتي بعض العملاء بتقول ما انا بودي المكنة بتاعتي تتفك عادي خالص وبتاخد الطريقة بتاعتها وبعد كده بتجي لي المقايسة، انا ايه اللي دخلني في قصة ان انا مستوى مش مستوى. انا اقول ان احنا الفرق بين ده بين ان انت تستعمل برنامج ريبير اوبشن او ان انت تستعمل الطريقة العادية خالص. الفرق بينهم ان في الطريقة العادية ببساطة ما انتش متوقع التكاليف قد ايه، ما انتش عارف الوقت بتاع العطلة بتاعت حضرتك قد ايه، توقف في المعدة، زائد ان في بعض التكاليف التانية الخفية اللي انت ممكن ما تكونش واخد بالك منها، زي ان انت ممكن النهاردة لو مرتبط بمشروع معين في وقت معين ممكن تضطر ان انت تتأجر معدة. لا، انت زيك زي اي عميل ليك ان انت تستفاد بالبرنامج ده. احنا عندنا البرنامج اللي هو البوكس، صندوق كامل، صندوق عمرة، وده ده ده صندوق بيبقى شامل كل قطع الغيار اللازمة للعمرة، وده بيسهل لك ان انت نسبة الخطأ في ان انت تطلع قطع غيار لوحدها كده عندك نسبة دي بقت تقريبا معدومة، لان انا بقدر اخد منك الموديل والسيريال والارنج واديك اقول لك ده صندوق جاهز للمكنة بتاعت حضرتك الموديل والسيريال والارنج. الصندوق ده انت بتاخده بضمان من عندنا من مانتراك، واديك كل التعليمات اللي هتساعدك في ان انت تقدر تعمل العمره عندك في الورش عندك.
والصندوق ده فيه كل قطع غيار اللازمه. الصندوق ده قطع غيار ديت اللي هتناسب المكنه بتاعتك، لو عليها اي تعديلات هتلاقيها موجوده جواها، لو في اي تعليمات هتلاقيها موجوده داخلها. ان قطع غيار دي هتبقى سهله بالنسبه لك، ان انت ما فيش حاجه منها هتسقط في ان انت تطلعها، او ان هي يبقى فيها نسبه خطا، او لو في اي تعديل ولا حاجه. وفي نفس الوقت بتمتاز بحته الضمان. لو انا عميل وعندي معده قديمه ومش عايز ادخل في برنامج الريبير اوبشن بس اخد المكنه لوحدها وافتيس لوحده، ده هيكلفني كتير جدا، لا اقول لك ان احنا في عندنا حل ليه، وهو برنامج السي سي ار، وهو اعاده تاهيل المعده كامله. إعادة تأهيل زي ما احنا اتكلمنا وقلنا ان قطع غيار بتاعة كاتر بيلر مصنعة ان هي إعادة الإصلاح مرة ثانية، فبالتالي انا باخد المعدة وابدأ افكها اخليها على الشاسيه، وابدأ كل جزء منها ابدأ افحصه فحص كامل واشوف كل الحاجات اللي انا محتاجها، وابدأ اعمل لها مقايسة نهائية، وبالتالي وبعد كده ببدأ اعمل إعادة تأهيل تاني للمعدة، بحيث ان هي تطلع ايه اللي استفاد بيه، ان هي بتطلع معدة جديدة، معدة برقم شاسيه جديد، بديله فترة ضمان. فترة الضمان ديت زيها زي المعدة الجديدة؟ لا، ده احنا ممكن كمان نديك ضمان أطول، 3 سنين أو 5000 ساعة تشغيل. فوق ده أنا في إعادة تأهيل، برنامج إعادة تأهيل أو سي سي آر، أنت تقريبا بتتغير حوالي فوق 7000 قطعة غيار علشان تطلع لك المعدة زي ما هي كاملة.